أنا مواطن بشعر بكل السوء اللي قدمه النظام للبلد وتطبق علي أكيد بشكل غير مباشر. نحن بنعاني من الظلم، بنعاني من الاستبداد، بنعاني من الإقصاء. نحن إلنا حق بوجودنا الإنساني، وكرامتنا هي جزء من وجودنا الإنساني اللي مندافع عنه، وهذا أكبر سبب بخليني يعني يجي على الساحة. شوهنا نفسياً، شوه بأخلاقياتنا، امتهن من عاداتنا الأصيلة، من قيمنا الإنسانية الفضيلة. هلق أنت لما بتطبق على الإنسان الإقصاء أو بتستبدي فيه، معناته أنت أخذتي جزء أو أخذتي مكون أساسي من وجوده بالحياة. يعني المسألة أكبر بكثير من أداء طبيعي أو أداء عادي، أداء نفسي، أداء جسدي، أداء بالوجود الإنساني بوجودنا كبشر. هني مكون أساسي أثبتوا وجودنا على عبر التاريخ، وبتمنى يظلوا مستمرين بإثبات وجودهم.